أهلا بكم في التواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ مع جرحى ثورة تشرين. هؤلاء الشريحة الذين أصيبوا جراء طلقات القوات الحكومية والميليشيات، لغاية الآن لم تلتفت إليهم الحكومة في تقديم العلاج اللازم. أكثر من 30,000 جريح أصيبوا خلال ثورة تشرين. دعونا نتابع هذا المقطع الذي يتحدث فيه جرحى ثورة تشرين، ويصفون بوعود الكاذبين بأنها دعاية إعلامية فقط لم تقدم لهم أي شيء، فلنتابع. شوف هاي جوا درج، هاي قاعة هنا ما يحترمونها مثل السلاب، خلينا هنا جوا درج. شوف هاي الشمس صعب الوحدة، جوا درج هاي شال نصفي، وقت اثنين بالسيارة قالت لهم الحار، راحوا أهاليهم من الحار، راحوا نايمين بس عيونه تتحرك. هذا واحد مضروب بعينه، يقول له روح سوي علاج طبيعي بعينه ما يشوف فيهن، حسب الله ونعم الوكيل. يعني هاي الدولة هم طلعوا وش طلبوا حقهم، هذا حقهم، هيك صار بهم، وذلوا بالزايد هم لو ما طالعين لو قاعدين. شوف هاي التبريد، هذا الخارجي يضرب عليهم، شوف ذاك التبريد الخارجي، وهاي القاعة ما يحترمونها يطببونها بيها، حسب الله ونعم الوكيل. يعني احنا من اجل الوطن هيك عاد سفرونا ودونا، يا يعني تروح للدكتور يقول لك انت مالك علاج، وانت شعلك مالك علاج، انت سفرنا. هو الدكتور يقيس على العلاج الموجود بالبلد مالته، بس بالخارج بالهند يزرعوا لك اجهزه خير من هذا، حتى العلاج الطبيعي احسن. رحنا سوينا تحليلات، ما يقول لك اكو امل، اكو تهشم، احنا هنا يقول لك ماكو قطع، عيس رحنا بالبيت لو نسوي لك علاج طبيعي يا مستشفى، ما كل شيء ما اسوي، يجي الدكتور نص ساعه عيزه ميده وعوفه يروح نخليه دايم بالمستشفى. حسبي الله، هاي من كربلاء؟ الولد من هنا. يعني من كربلاء يجي على مود نص ساعه باليوم؟ للبارحه واليوم. البارحه رحنا بالشمس. نفتر منه والله شل نصفي لديه. هاي ضربة براسه، ضربة من هنا، دني خلينا نشوفوها، هاي ضربة طالعة حسبي الله ونعم الوكيل. البارحة ميتين بالكاظم؟ اي البارحة بتنا بالكاظم، وهذا الولد ضارب يد ثلاث طلقات. احكي يا ولد بداله. اي ما يقدر، ما يقدر، طلقة براسه الصوت رايح عنده. يعني هاي معاناة المتظاهرين للجرح، وجابونا قال نسوي لكم حيل بس اخذوا صور، اخذوا صور ويانا مشروها على الوزاره. ها هي احنا الناس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظم يشوف هذا الفيديو، يشوف الصحه جاي يتعاملون المتظاهرين. الناشطون اطلقوا وسم على تويتر، يا كاظمي وين وعدك للجرحى، للتعبير والضغط على الحكومه بتقديم الرعايه اللازمه وتقديم الرعايه الصحيه لهذه الشريحه من الشباب الجرحى من جرحى ثوره تشرين. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم. حسين الشمري قال وعدت حكومه الكاظمي بمعالجه جرحى التظاهرات، وأخذ هذا الخبر صدى إعلاميا كبيرا، لكن في الحقيقة الكثير منهم وإلى الآن لم يعالج. هل بدأتم تتاجرون بملف الجرحى كالذين سبقوكم وتاجروا بملف الشهداء؟ يا كاظمي وين وعدك للجرحى؟ محمد الدعمي قال جرحى التظاهرات خير شاهد على إجرام حكومة عادل عبد المهدي، فعلى حكومة الكاظمي الإسراع بمعالجتهم، وإلا كانت شريكة للحكومة السابقة في إجرامها. داينا قالت السيد الكاظمي بارع فقط في الإعلام، لكن عندما يتوجب الأمر العمل بطريقة ملموسة لا نرى أي عمل. لماذا؟ ديانا طبعا. علي قال الكاظمي بس إعلام، ماكو أي تنفيذ. جرح الوطن يا كاظمي وين وعدك للجرحى؟ يواصل حملة الشهادات العليا من تظاهراتهم واعتصاماتهم أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة بغداد للضغط على الوزارة وعلى الحكومة بتوفير تعيينات لهم. ودائما ما نقول أنه من العجب العجاب في عراق ما بعد العام 2003 بأن من يحمل شهادة الدكتوراه والماجستير في كافة التخصصات لا يجد وظيفة، بينما الأمي أو الذي يحمل فقط شهادة الابتدائية وهو من ضمن الأحزاب والميليشيات السياسية الحاكمة في العراق تجده إما في البرلمان له مقعد، أو إما وزير أو مدير عام في دوائر الحكومة. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات حملة الشهادات العليا أمام مبنى وزارة التعليم. يا ما صحك،
وظهرت وتنكرت ما نرجع قبر الامان الله جعلت ما نرجع انا الشعب انا الشعب ما نرجع انا الشعب انا الشعب ما نرجع قائد الثوره اعتدل ما نرجع قائد الثوره اعتدل ما نرجع الثوره ما نرجع الثوره ما تهوى القبض ما نرجع محميده واحنا الحرس ما نرجع محميده واحنا الحرس ما نرجع انا الشعب واحنا الشعب ما نرجع انا الشعب واحنا الشعب ما نرجع جاع الشعب جاع الشعب ما نرجع والتفصيله تطولت ما نرجع جاع الشعب جاع الشعب ما نرجع والتفصيله تطولت ما نرجع علمني اوقات الخبز ما نرجع علمني اوقات الخبز ما نرجع فهمني منسب الوطن ما نرجع فهمني منسب الوطن ما نرجع فهمني دوحني الحرس ما نرجع فهمني منسب الوطن ما نرجع فهمني دوحني الحرس تجمع وطن لحملة الشهادات العليا واسم أطلقه أصحاب الشهادات العليا ودعمهم كذلك الناشطون والعراقيون على منصات التواصل الاجتماعي للضغط على الحكومة بتوفير وظائف لهذه الشريحة المهمة في المجتمع. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت وسم تجمع وطن لحملة الشهادات العليا. دكتور أيمن قال وين 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 الوعد وين يا الكاظمي انت قلت ننطيك تعيين. أسماء الطائي غررت وقالت الشهادات تنتفض ضد القرار التعسفي لوزير التعليم الذي يهدف إلى سرقة درجاتنا في وزارة التعليم ورمينا بين فكي الأهل والمستثمر. هدير قالت مطلبنا التعيين في المؤسسات الحكومية وقرار التعيين الأهلي مرفوض. قاسم محمد غرد وقال في اعتصام البارحة حكومتنا وأحزابنا الفاسدين أرادوا إفشال تجمعنا وإدخال الفتنة فيها ولكن الله معنا. حصلت الكثير من الأحداث والحمد لله إلى الآن نحن أقوياء وجسد واحد وباقون رغم أنوف هذه الميليشيات. أملنا برجالنا أو برجلنا الذي وعدنا أن تكون لنا كلمة هذا العام. تجمع وطن لحملة الشهادات العليا. أثار مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لسقوط أحد أفراد الجيش في العراق أثار جدلا واسعا حول تدريب أو عدم اكتراث المسؤولين على الحالة الصحية والغذائية للجنود في الجيش. طبعا قارنوا ما بين الجيش العراقي السابق والتدريب العالي والقوات الخاصة والحرس الجمهوري. دعونا في البداية نتابع هذا المقطع للحظة سقوط الجندي أثناء التدريب في العراق. يعني السبب هو أنه لم يكن الحبل إسقاط الجندي بشكل صحيح ما أدى إلى سقوطه على الأرض. طبعا لله الحمد الجندي لم يمت ولكن أصيب بجروح بليغة بهذه السقطة التي سقط فيها. دعونا نتابع بعضا من التعليقات حول هذا المقطع. مقداد يضحك وقال شر البلية ما يضحك، البلاوي والمصايب اللي عندنا خلتنا نضحك على أنفسنا من قد ما هي هواية. هسه بشرفكم أكو واحد يدرب وينزل نفسه بحبل وجواه حافة مال صب. زين اللي سوى الفكرة شلون اقتنع بيها؟ بس أريد أعرف زين اللي سواها ليش ما نزل نفسه أول بداية؟ ليش خلى هذا المسكين يلطش بحافة الصب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تميم قال ولكم لا بالعسكرية أنتوا أهلها ولا بالسياسة أنتوا أهلها ولا بالهيبة أنتوا أهلها ولا بالاقتصاد ولا بالمخابرات واختراق الدول أنتوا أهلها ولا بالسيادة ولا بالقيادة ولا بالعدل والمساواة أنتوا أهلها. الله يقبح وجوهكم ويذلكم مثل ما قبح وذل اللي قبلكم. أبو زهراء قال طاح حظ التدريب اللي تعلموه للناس
فهم فهم علم شوان الضابط الهندسي مال ساحل التدريب لو فالت الجندي هو يرتب الشغل. مصطفى قال هذا التدريب اعتقد اسمه قفز من الطائرة، لأن من قفز صار وضعية فتح المظلة ولازم يصير قفز على بحر أو شط حتى ما تصير هيش أخطاء ما راح يصير شيء بالمنتسب، بس للأسف جقد حياة العراقي رخيصة. نذهب إلى ذي قار حيث سجل أحد المواطنون هناك مقطعا متهكما فيه من حال جسر النصر. هذا الجسر الذي يعاني من الإهمال ومهدد بالسقوط والانهيار بعد حكم الأحزاب السياسية الإسلامية التي تدعي بأنها إسلامية وجاءت لإنقاذ الشعب العراقي وتوفير الحياة والرفاهية لهذا الشعب. هذا الجسر مهدد بالانهيار وهو من الجسور المهمة هناك. دعونا نتابع هذا المقطع التهكمي لأحد المواطنين العراقيين في محافظة ذي قار. بعد قلبه قلبك يا جسر النصر، يا سماك جسر النصر، من الله يهيره يهيره إن شاء الله. إلى خايب سائرون ما شافوك من مرة، ومن خايب الحكمة ما شافوك، خايب دولة القانون ما شافوك مني ومن هي الجعفري وانت بحطتك، ويا المالكي وانت بحطتك، ويا المالكي بعد وانت بحطتك، ويا العبادي وانت بحطتك، ويا الكاظمي وانت بحطتك. نعمة عينه ما شافوا خايب شيء، يبي راح تموت خايب قاطعين بيك ولك بعد قلبه قلبك خايب يصالك 20 سنة، العالم فرخت وماتت ويانا داعش وحرب إيران وحرب الكويت، وانت على حطتك يا جسر النصر الله ولح. هاي بعد ما مسوينا طاحت الفتحة، بعد لا ماشي سيارة طاحت الفتحة، الله يهيركم إن شاء الله يوم إن شاء الله. كاتبين 9 يوم وصال لها 20 سنة. من طريقة تهكمية جميلة. من التعليقات العراقيون علقوا على منصة فيسبوك حول هذا المقطع وتفاعلوا كثيرا مع هذا المواطن العراقي وبهذه طريقته المضحكة. جليل المالكي قال حكومة فاسدة من حزب الدعوة بدر والصدر كلها تخمط في هذا البلد الجريح. محمد قال الله ينتقم من كل الفاسدين، والله ينتقم من السياسيين، وينتقم من المتسترين بالدين. محسن علق وقال دليل واضح على سرقة هذا البلد المسكين، وأهم شيء مصالحهم الشخصية والقرايب والتعيينات إلهم وبس، وإما البلد في خبر كان. علي قال ماكو شريف، كل الأحزاب الإسلامية والسياسية والميليشيات والعصابات والمافيات المتنفذة الخايسة والحوزة الصامتة. والآن إلى فقرة أنت ترى. ليس بعيدا عن موضوع إعمار الجسور أو توفير الخدمات للمواطن العراقي، وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء مقطع مصور من أهالي ناحية المسيب في محافظة بابل، وقفة احتجاجية لهم احتجاج على تردي الخدمات هناك وصرف نحو ملياري دينار كما قالوا على مشاريع لكن لم تكتمل هذه المشاريع. دعونا نتابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى من أهالي المسيف في محافظة بابل. جي العامل عليه للسوق يقول عندك كرك؟ عندك مكناسة؟ قلت له شو تسوي بها؟ قال خلص جسر هذا كنسه منها بالكرك، يعني ياخذون من عندنا. زين مو عيب هاي السوالف؟ والله عيب عليكم، والله العظيم ما يستحون، كل شرف ما عندهم، كلهم نشالة وحرامية، والله لا يوفقهم ان شاء الله. طعوا رزقنا طيحوا حظنا، المسيب كله موتوها المسيب، لا شغل ولا عمل، وقال حتى حشتغل شغل ليلي. وين الشغل الليلي؟ بس يوم واحد ثاني يوم طفر. هي مالك لهوات عمي مو مالك لهوات. والجسر صار فيه جسر ابو اشتعل عمي، لو خليه على قبل اشرف، لو خليه على قبل اشرف والله انه بطيحوا حظ عمي. قلبوا على بطاني. هاي شوارع المسيب كلها مصروفه، كلها مصروفه، بس المحافظ الكذاب بقاه لم يعطيهن طان هدي النواب. هاك عندك فلان شارع روح سويه برعاية السيد النائب على مو شنو؟ على مو دعاية انتخابية. يومكم احنا جينا على جيكم
واحنا ننتمي لكم، احنا نفتخر انه احنا من اهل المسيب، احنا مدينه تابعه لمدينه المسيب، وجزء لا يتجزا من المسيب، واللي يمس المسيب بالضرر والسوء الرد لك صاح صاحي، والله ما خلي يمشي على الارض، والله ما خليكم تمشون على القاع، والله العظيم سواء كنت نائب او كنت مسؤول او قيم مقام او محافظ بابل، كلكم تدخلون بالانذار. جسر المسيب يجب ان يعاد الى ما كان عليه وافضل من السابق. هذا الجسر الشهير جسر تاريخي تتحلى بكل ابناء العراق، واليوم انتم تجيون اليه عيب عليكم. اهلا بكم من جديد. انتشر مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه انزال جثث بحبل من احدى المستشفيات في روسيا. هذا الخبر طبعا اثار خوف وهلع الناس في روسيا، خاصه بالتزامن مع اعلان روسيا لانتاج اللقاح قبل مده قصيره، وكثيرا من الدول والمنظمات شككت بهذا اللقاح. هذا الخبر مزيف، وهذه الجثث هي عبارة عن لعب أو أجسام فارغة تصور من أجل أغنية فيديو كليب وليست حقيقة. دعونا نتابع هذا الخبر المزيف. Смотрите, голова, ноги вон. Смотрите, целый КамАЗ. إلى البريد الوارد. وصلنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين الرسالة التالية. دعونا نقرأ. مجمع الشعب السكني هو مجمع استثماري وتم تزويده بالكهرباء الوطنية خط 33 منذ 1/8/2020 ولغاية 24/9 بدون انقطاع. بعد ذلك تم قطع الكهرباء عن المجمع يوميا 6 ساعات من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 6 مساء لعدم استجابة سكان المجمع بدفع رشوة لمدير محطة الثعالب قدرها 15 مليون دينار شهريا، وأن لا يتم قطع الكهرباء. وطالب الجهات الشريفة بمحاربة هذا الفساد الذي استشرى في جسد الدولة العراقية، والله المستعان. وسم بعدنا الريد وطن تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق وخاصة على منصة تويتر، وذلك بالتزامن مع قرب الذكرى الأولى لثورة تشرين. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات تحت هذا الوسم. علاوي الشمري قال: سيعود أكتوبر بأمجاده ليحل علينا من جديد، سننتصر أيضا لأننا نطالب بالوطن ولأن أصواتنا حرة يستحال أن نهزم. حيدر قال: بعدنا نريد وطن مثل ما راد صفاء وعمر وأحمد عبد الصمد ولطيف ورهام وباقي الشهداء
وطن يحترمك كمواطن قبل أي شيء، خالي من الفساد، خالي من الإرهاب، من التبعية، يحفظ حقك بالتعبير، وطن القانون به هو السائد، وطن يوفر أبسط مقومات العيش. علاوي قال بعدنا نريد وطن ما ملينا. راجعين بتشرين، علي قال 3 أيام فقط سنثور ثانية، سيعود أكتوبر بأمجاده ليحل علينا من جديد، سننتصر أيضا لأننا نطالب بالوطن ولأن أصواتنا حرة، يستحال أن نهزم، بعدنا نريد وطن. إلى القصص المنوعة. تمكنت ألمانيا هذا العام من إنتاج نصف احتياجاتها من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية ومن خلال الرياح. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير لموقع CNBC عربي، فلنتابع. ما علاقة تلفاز قديم بانقطاع خدمة الانترنت عن قرية بريطانية بأكملها؟ دعونا نتعرف على هذه القصة مع تقرير لموقع أنا العربي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.